وبعد عم فرج المتبارية الثانية معانا هي خالتي اليمنى، صفق عليها تصفيقة باهية. خالتي اليمنى على السلامة. سلمك. اشني احوالك؟ الحمد لله. احنا كان عندنا لقاء معك العشية ودردشنا شوية وحكينا شوية في ماضي ساعة ونص. اي نشاهدوا الفقرة هذه اللي صورناها معاك وبعد نرجع مع بعضنا للبلاتو متاعنا. ما زالت البركة. احنا في مدينة المنستير وفي برنامجنا ما زالت البركة، معانا خالتي يامنة. خالتي يامنة من مدينة المنستير، أصيلة مدينة المنستير، نتقابلوا معاها في الفقرة المصورة هذه وبعد تشوفوا خالتي يامنة مع عمي رضوان في حصتنا ما زالت البركة. عسلامة خالتي يامنة. عسلامة. الاسم الكامل شنو؟ آمنة بنت الصادق الشاذلي. عام 1940. عام 1940. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. 15 فريق. تبارك الله عليك. يعني احنا نقولوا ما زالت البركة. إن شاء الله. ما زالت البركة. إن شاء الله. عندك صغيرات؟ عندي 3 ولاد وزوز بنات. 5 حاش عينيك. حاشاك. والكل معرسين؟ لا مازال محمد الحبيب. محمد الحبيب من في إيطاليا. ما لقيتلوش مرأة ولا حب ياخذ طليانية؟ ما حبش، لا حب طليانية ولا أوروبي مازال. يعني وكان تحكي لي شوية على جوك، على حياتك، وين تسكن ومع شكون تسكن؟ كنت نسكن في الرباط الحومة القديمة. ومن وقتها عام 69 خرجت نخدم، خدمت في الاتحاد النسائي مع راضية الحداد يرحمها، مع مرت العويدي حبيبة، نهزوا الرحلات القرقص العين دراهم للتبرقة للكل. ناشطة معنا. ناشطة. أنا القابضة نأخذ الفلوس وبعد نلمهم المسؤولة ونعطيها فلساتها متاع الكوكا. حتى لتو عندك سطوش يعني عارفك. أنا راني عارفك القابضة من اللي شفت سطوش. من اللي شفت السطوش هذا عرفتك انت القابضه. انا القابضه الله الارواح. قداش بيه هذا؟ برشا فلوس ولا شوي؟ لا شوي شوي. ماني قلت لك تقريبا 13000. عاد وانا ما في بالي باش ناخذ مصروف، في بالي باش ناخذ مصروف من عند امي اليوم. اي ماني جايتك الاربعه نتاع العشيه ولا الاربعه ونص. هي. على واحده ونص تو نجيك ونجيب لك اللي تحب. تجيب لي مصروفي على واحده ونص. تجيب لي مصروفي معاك. باه. امي يامنه. نعم. احنا تو على ذكر المصروف وكل شيء، يعني صغيراتك تبارك الله كبار ومعرسين. اما ساعه انت باقي تصرف عليهم. انا نصرف عليهم لليوم. وهم كبار. وهم كبار. انت منين تجيب الفلوس؟ انا نحب نفهم منين انت تجيب الفلوس. انا الفلوس هذه الكل اللي في السطوش هذه منين تجيب فيهم؟ من الفلوس من عند ربي. من عند صحيحتي وفكري. فكري ان شاء الله. متقاعده معناها. اي متقاعده. ربي يرحم بورقيبه. متقاعد برك. حتى الراجل متاعي ما عندوش تقاعد. أنا عندي فوق 300 ونحمد الله ونشكر. وربي يرحم بورقيبة. ويرحمه وينعمه والله. يبرد أثراه. أيوة. الله يبرد أثراه. مالك. الله يرحمه. مالك كيفاش؟ وش نقول لك؟ والله إيش باش نقول لك؟ كنا عايشين في رفاهية. دخلت نخدم 15000 ما عملناش. نخلص 15000. كي نقبضوهم نبداو نزغرطوا بالفرحة. شكرت السيمان بخمسين فرنك، شكرت الزير بسبعين فرنك، حصيروا كي خدينا دويرة الحاكم بالحجرة نكون فيه. مشيت لتركيا تقريبا 12 مرة قبل ما يتحل السوق. تبارك الله. مشيت لمالطا مرتين. مشيت لطاليا يجي 12 مرة. مشيت للمغرب. مشيت للجزائر. مشيت للسعودي. هذه مصافحة يعني كانت معك أنت توا درشة باش تعرفنا عليك. ربي يحييك. وقدرة ربي بعد في الحصة نعملوا جو ونحكيوا على كل شيء. وباش تجي أنت ورابح وهذوما اللي معاك يجيوا يفطروا، تو نحضر لكم كسكسي نتاع عرس وشوية سلطة عربي وشوية سلطة مشوية وشوية غلة. إيش خير من هكا؟ وكويس تايب اللوز وتوا ترى ونحطوا البندير والدربوكة. عندي زوز درابك زوز بنادر. لا يضرني. شنو اللي انا صور كان في المستير. عندي العود، عندي الكمانجة قسما بالله. اي اي والله. اي 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 اي. كي نشد ونغني وتلقانا كاين نحز باللطيف تضحك. يمي يمي تحفونا. ها تصلي العصر وترجع لي. باهي الله. نرجع لك لازم. نرجع لك لازم. نرجع لك كي تطلع لي القمرة نطلع لك. ويي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 ي
طبعا بعد ما شفنا الفقرة المصورة ذي اللي كان فينا لقاء فيها مع أمي يمنا باش نجيو للأسئلة، وعمي رضوان باش يسألك 10 أسئلة سهلين ده، وأنا نعاونك فيهم والجمهور يعاوننا وكريم يعاوننا والأولاد الكل. ها ديما عمي رضوان يبدأ الأسئلة بالسؤال رقم 1. أمي نيمنا، نعم، النشيد الرسمي متاع تونس، النشيد الرسمي أي في بداية الاستقلال، وقت اللي بدأ الاستقلال، الأخ الليدي، هي حماة الحماة أي وإلا ألا خليدي وإلا بني وطني؟ ألا خليدي هي ذيك، ألا خليدي يا دماء الغوالي جهاد الوطن لتحرير خضرائنا لا نبالي بأقصى المحن، جهاد تحلى بنصر المبين على الغاصبين على الظالمين، طغاة الوطن نخوض اللهيب في روح الحبيب بروح الحبيب زعيم الوطن. هذا وين حبينا نوصله، بروح الحبيب زعيم الوطن. ها فوالا، دونك النشيد الرسمي في بداية الاستقلال هو ألا خليدي، صحيح، وهي ما كانتش بروح الحبيب لكن كانت بذل الحبيب، والزعيم بورقيبة هو اللي بدلها بروح الحبيب، يقول حتى بعد ما نموت أنا يقعد النشيد هو بروح الحبيب، أما ما قعدش على خاطر ديما اللي يجي يفسخ ديما اللي يسبق قبل، يعني حقه راهو قعد النشيد الرسمي هذايا ألا خليدي ولات حماة الحماة، وذيك هي الدنيا نتداولوها واحد ورا واحد. هما حتى العلم رفعوا وتنحى من المكاتب، هذيك الدنيا ورجع ارجع 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 غاب. توا بعد السؤال الاولاني عمي رضي مش يسالك السؤال رقم 2. هاي انا باش نسالك على صلاه فيها 3 ركعات، هي صلاه الصبح المغرب والا صلاه الظهر المغرب والا صلاه المغرب؟ المغرب، صلاه المغرب ركعتها في الاخر فاتحه صوره والفاتحه وصوره معاه والاخر الثالثه الحمد لله فاتحه كاو، هي ذيك 3 ركعات. 3 ركعات صلاة فيها 3 ركعات هي صلاة المغرب، والجواب صحيح. أيوة أمي اليمنى، نعم، تحفظ قرآن شوية؟ لما عندي بنتي تبارك الله 60 حزب تبارك الله في رمضان تختموا بالمرتين، وأنت أنا شوية نعرف برشا آيات الكرسي، قل الله أحد، الحمد لله، تبت يداه، أعوذ برب الناس، برشة برشة، نقول لك 50 صورة هكا. يعني الصور القصيرة شوية ذوكم الكل حافظتهم وانتي وتصلي إذا بها إذا جاء نصر الله والكل كل أي به. تتفرج في التلفزة ولا لا؟ نتفرج. تتفرج في الكوميك؟ نتفرج. الكوميك تتفرج فيه؟ أي نتفرج. السنافر تتفرج في السنافر؟ نتفرج عليهم. شفتهم مليون كيف؟ تفرج عليهم. حتى السنافر تتفرج عليهم؟ والله إيش أقول لك، تقريب باش ردونا السنافر وردونا حاجات خير من هك الدموم وخير من واحد ولا على أعصابه عايش على أعصابه. أحنا سألنا زوز أسئلة وتوا عمي رضي باش يسألك أسئلة رقم 3. 3 أنا مش نسألك على الصور المتحركة متاع السنافر. أي في الصور المتحركة متاع السنافر فما شخصية اسمها شرشبيل. أي شرشبيل هي الزين. شرشبيل هذايا هو يمثل
المحبة هاي. وإلى الخير هاي. وإلى الشر. الشر شرشبيل هاي. الشر نار كله هو هاي يلوج منين يحفر نار كله يحفر للسنافر كيفاش حاب يحصلها هاي باش يحصلها ها هاي هو شرشبيل هاي احنا الشرشبيل بتاعنا مشى مشى ها الله لا يردوا شرشبيلنا مشى السعودية مشى ها شرشبيل في الصور المتحركة يرمز إلى الشر والجواب صحيح أيوة احنا سألنا ثلاثة أسئلة صحاح وتو السؤال رقم أربعة أم يامنا نعم فما غنية أي اسمها الخمسة اللي لحقوا بالجرة ملك الموت يراجي ملك الموت يراجي لحقوا مولى العركة المرة المشهورة المشهور التغباجي أي 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 الغنية هذه يغنيها الهادي حبوبة أي ولا صالح الفرزيد لا لا اسماعيل الحطاب يرحمه لا فرزيد ولا قرقيد طلعها اسماعيل الحطاب يرحمه والخمسة اللي لحقوا بالجرة ملك الموت يراجي لحقوا مولى العركة المرة المشهور الدهباجي اسماعيل الحطاب والجواب صحيح الخمسة اللي لحقوا بالجرة هذه اسماعيل الحطاب ويا حسرة على اسماعيل الحطاب يا حسرة آه. يا حسرة الله يرحمه هي. هو برشا حاجات كانت مع اسماعيل الحطاب مع اسماعيل الحطاب اه برشا حاجات كانت معاه جو فيها طبعا بعد سألنا احنا اربع اسئله بعد ما نسالك السؤال رقم أربعة عمي رضوان باش يسالك السؤال رقم خمسة السؤال رقم خمسة يقول ماء المطر اي الماء نتاع المطر اي اللون نتاعو اصفر ولا ابيض والا بلاش لون ابيض ماء المطر شنو اصفر وابيض وازرق ماء المطر يهبط من عند ربي يكون شي كيجي يجي بالريح ولا بحاجه باش يهبط ويصفى ولا يبيض حليب نغسلوا منه الصابون شنو لونه أبيض ولا أصفر ولا بلاش لون أبيض أبيض من المطر أم يامنا نعم تو وقت لي أنت تاخو هكا في ديك شوية ماء متاع مطر أي وتشوفوا أي أبيض يعني أبيض حليب كيما الورقة هذية ولا بلاش لون ما واش أبيض برشا من المطر أما أبيض كيف يركح يبياضي ولا يثلج مش ثلج هذاك وقتي نسلجوه يولي ثلج أما هو أبيض يعني كيما الحليب لا لا مش كي الحليب من غير لون من عند ربي ما عندوش لون ما عندوش لون يعني ماء المطر وماء ربي رزين له أصفر وله أبيض هو ماء ما عندوش لون ما عندوش لون نعمة من عند الله بلاش لون والجواب صحيح أيوة ماء المطر بلاش لون احنا سألنا خمسة أسئلة قبل ما نسألك السؤال السادس نحب نسألك وقت اللي تبدأ في الدار وزاهية هكا وشايخة وتعمل في حاجة هكا تغسل في المعون ولا تطرز ولا تخيط ولا هكا سارحة بينك وبين روحك شنو يجي في بالك غناش تغني شنو اللي تغني شنو يجي في بالك غنايات شنو يجي في بالك والله شو نغني يعني كي تبدا هكا وحدك في الدار هاي. والجو راكح ولا صغار ولا هرج ولا كذا وانت في الكوجينه ولا قاعده في 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 بيت القعاد وكذا نحط ورده ولا نجت الصغيره لأس تحب ولا ورده ام كلثوم ام كلثوم زاد تحب ام كلثوم ام كلثوم فريد الله يرحمه اسمه عبد الوهاب نكهه هذوما الكل تحبهم يعني هذوما الكل لياني نسمعهم اي اي ورده خاصه ام كلثوم اي
فكروني. شنو تغني مثلا لو كان يطلبوا منك تغني يوم ياما؟ شنو تغني؟ شنو يجي في بالك غناء؟ نغني اللي يجي مثلا. مثلا شو تحب نغني لك؟ اللي تحب انت. شنو فكروني مثلا؟ ام كلثوم اللي تحب. كلمه برك فكروني ازاي تو هيك وكان عندكم قلت لي ترانة راني ترانيت. لا 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 ما غير ما تترانة. اما انت كي تبدا زاهيه في الدار شنو تغني واحد؟ نغني كل شيء. مرات نغني يا حبيب تونس يا غالي علينا. يا حبيب تونس يا عزيزة علينا. يا عزيزة علينا هذه أغنية نعمة. أغنية نعمة يا حسرة ما عادش تعدى ذي. يا حبيب تونس يا لا 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 يا حبيب تونس لا 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 يا حبيب تونس يا عزيز علينا من كيد لعدة برايتك تحمينا قدرك عالي يا حبيب تونس يا عزيز يا غالي قدرك عالي يا حبيب تونس يا عزيز يا غالي طول الزمن وخصايلك في بالي طول الزمن وخصايلك في بالي من كيد الأعداء ربتك لحمينا يا غالي تونس لا 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 يا حبيب تونس لا 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 يعاونونا على بقابة يا خالتي اليمنى. أنت مرأة بنينة برشا عايشك. أنت مرأة تحفونا ياسر ياسر. أحنا سألنا قديش من سؤال تو؟ خمسة. خمسة تشينكو تشينكو أي. تشينكوي تشينكوي توا عمي رضوان باش يسألك السؤال رقم ستة. ستة السؤال رقم ستة يقول فما سورة سورة في القرآن يبدأ بها جميع الصلوات. الحمد لله. قل هو الله أحد. والحمد لله. وألا قل أعوذ برب الناس ولا الحمد لله؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حفظتها؟ أي حفظتها. ترى قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من كل شيطان رجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله ومولانا العلي العظيم. والجواب صحيح. الستة أسهل ذو مصحاح وتوا مش نتعداه للسؤال رقم سبعة. سبعة السبعة ما عادش تذكرها. آه. السبعة عليا بالله مشيت فيها للسبيطار. السبعة السبعة لا 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 سبعة حاجه من صلت اغزر العرق عليا بالله دخلت بها للسبيطار نهار لا شد وجات السبعة دخلت لاستعجالي هاو نجيب لك الملف بالخسرة. علاش؟ على استولى على راجل كبير. أمي رضوان باش يسألك السؤال رقم ثمانية. ثمانية نتعدوا طول الثمانية. يعطيك الصحة. أيوة توا عمي رضوان باش يسألك السؤال رقم ثمانية. ثمانية فتح يا رضوان. السؤال رقم ثمانية يقول فما مسل تونسي هاي. يقول حشاك مدوي الفم الأبخر إلا السواك الحر كان اللبان العربي. لا السواك الحر وإلا الهريسة العربي. لا لا السواك الحر يخرج ولا السواك الحار. والجواب صحيح. أيوة توا نجيو للسؤال بتاع الجوائز هذوما هو السؤال رقم تسعة. تسعة السؤال رقم تسعة يقول مناضل تونسي في عهد الاستعمار. أي مناضل تونسي أي في عهد الاستعمار. أي هو أي تقريب محمد علي الحامي. استناني يعني. مناضل تونسي في عهد الاستعمار هو محمد علي بوليلة. لا لا الحامي اما بوليلة ولينا نغني وفاطمة بوصحة وبوليلة. استناني عاد باه محمد علي بوليلة اي وإلا
منصف الكاتب. اي والا فرحات حشاد. فما فرحات حشاد ومحمد علي الحامي، هذوما الاثنين، واحد منهم العرون. محمد علي بوليلة؟ لا لا لا، ما عندناش بوليلة، عندنا بولمار الحامي. مناضل تونسي في عهد الاستعمار هو فرحات حشاد. ايه. والجواب صحيح. انت امورك مريقله 100%. 100%. أيوة. كزيت على الماء. توا يا سيدي يقعد لنا سؤال العاشر. ايوه، سؤال الجوائز هذه هو السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 يقول: فما غنية تونسية هاي معروفة. هاي نلتقى ولا انت تلتقى؟ اشنية؟ انا هاي نعمة ولا لا؟ لا مش نعمة ولا علي. أفشك لك علي. هاي غنية تونسية معروفة تقول: ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا. محمد الجاموسي يرحمه. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحتك باد يا خويا يا أغلى من العين. لا 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 لا، ريحة البلاد ملطفة ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عش محروم. نرجع في يوم ونشوفها من بعد غياب سنين. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحة البلاد يا خويا يا أغلى من العين. لا 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 لا، يغنيها شكون؟ محمد الزموسي. صالح الفرزيط؟ لا لا، ما فرزيط. سمير نصيف. سمير نصيف. وجدي العوني. اي العوني يشطح ويميل. محمد علي فولين. اي والا محمد الجاموسي. محمد الجاموسي يعني. والجواب صحيح. صحيح. نكملك نكملك الساعة. هذوما كمل لي ميسي. هذوما 60 حزب اللي كنت. ربي فضلك. هذوما تحطهم في البيت وين ترقد؟ باهي الله وين ترقد؟ على الطابل دنوي. هذوكم باش يحفظوك بقدرة ربي. ربي فضلك. من كل سوء. متفاهمين؟ ويحفظ حنا بعل الكل. يعيشك. وهذوما 60 حزب في السي دي هذا. هاي. والمسجلة هذه باش تسمع بها السي دي تاع 60 حزب. باهي. متفاهمين؟ متفاهمين. فوالا. هذوما اللي كنت. هاي. المصحف. اللهم صل على النبي. تقرا لك وترجع بعضنا مع بعض. مع بعض. هي. اما هذوما اللي كنت. عايش مازال تو. عايش ولدي. اش مازال. امورنا مريقله. تو تعرف كيفاش؟ هي. احنا فما برنامج قبل كان يتعدى في الاذاعه. هي. اسمه الاسره البيضاء. اي اسمه هو براوي بن عبد العزيز. براوي بن عبد العزيز هي. من سوسه. اي وديما براوي بن عبد العزيز في هي. اخر كل حصه. هي. هي. يقول نغنيوك الغناية العزيزة على قلوبنا جميعا. تعرف ايش انا هي؟ تاع بورقيبة. يا سيد الاسياد يا حبيبي بورقيبة الغالي، يا محرر البلاد محلل فضلك من بالي. يعني بعد العمر هذا وبعد التجربة اللي عندك. أنت شنو تنصح الشباب؟ شنو تقول للشباب؟ 70 سنة. 70 سنة من عمري. عمر السعادة والهناء. عمر السعادة والهناء. أي. أي. شنو تنصح الشباب؟ شنو تقول؟ والله العزيز ننصح الشباب نحبهم الصلاة والعبادة وينحيوا الدخان. ميامنا. أي. أنا 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 وياك نقولوا معناها ماذا بينا البلاد تتقدم، ماذا بينا نخدموا على أرواحنا، إن شاء الله ماذا بينا كل واحد من جهته يحاول باش يكون معناها بخير إن شاء الله. يعطيك الصحة ونحيوا هالسرقة ونحيوا بلادنا راهو فيها كل شيء. أيوه. بلادنا فيها كل خير. فيها كل خير. والله بلادنا كل خير. ما خلاو والديهم محروقين. ما يسالش. الحراقة وين ما يسالش. الله غالب. الله غالب. يخرجوا من التراب الغالي. أي. يمشيوا بالغادي يتكباوا قال مبدوزة بالحتة الناس الكل. يطلبوا ها هزيمة لتونس. خدت اليمنى. هالعم عم شوي حنة هنا في الشعر. باهي إن شاء الله. عم الحنة يعيش لولدي. عم شوي حنة في الشعر يعيش ولدي. فخر